السلام عليكم. سلسلة التنوين هي فكرة ابتدت على القراءة، انطلقت من حضوري من السنة الماضية. طبعا في هذا الفصل الجديد قمنا بالتنويع في الفعاليات، من ضمن هذه الفعاليات اليوم زيارة إلى معرض الكتاب هنا في دار الحكمة، حيث أنه تحتوي على العديد من الكتب المتنوعة في مجالات مختلفة. نحن كسلسلة التنوين نشكر دار الحكمة على هذا المعرض القيم، ونشجع الطلاب على زيارة لما فيه من كتب قيمة تستحق القراءة. شكرا لمكتب دار الحكمة على هذه الاستضافة، وشكرا لكم. طبعا احنا حضرنا اليوم، احنا طلاب في الجامعة، لزيارة المعرض في مكتب دار الحكمة. طبعا لكل جسم غذاء، وغذاء الجسم طعام، والعقل غذاءه الكتاب. نحن جينا حتى هدفنا إحياء القراءة وعادة الثقافة، إحياء الثقافة وعادة القراءة للناس. طبعا حضرنا نحن 35 طالب، ما يقارب 30 طالب من طلاب الجامعة. نحن في مكتبة دار الحكمة، حيث معرض الكتاب الثقافي الدائم في المكتبة. نخصص في كل عام فترة زمنية، في هذه السنة كانت هي الفترة من خمسة ثلاثة إلى خمسة أربعة، نقدم فيها عروض تشجيعية للكتاب ولرواد القراءة. قمنا اليوم يسعدنا ويشرفنا أن زارتنا سلسلة التنوين من شباب جامعة فلسطين التقنية خضوري ليقوموا بزيارة في هذا المعرض، وكانت يعني زيارة ناجحة. وندعو الجميع في جامعة القدس المفتوحة كذلك وجامعة النجاح لزيارة هذا المعرض ليتعرفوا على حيثيات وموجودات هذا المعرض.